إن ترك صحبة الأبوين تدمير للحياة المستقبلية للعبد في الدنيا خاصة. إن ترك صحبتهما مع استطاعتك أن تصحبهما وتستبدلها بدوامين، بعضنا عنده دوامين، وإذا قالت أمه ولا أبوه وينك فيه؟ قال الله مشغول في اختبارات العيال، وين رايح؟ رايح نطلب الرزق، وين رايح؟ رايح انتدابات، وين تتركني في ديرتي وتروح للرياض وتخليني وأنا أمك؟ قال والله وظيفتي، وظيفتي أهم، تبا لوظيفتك وتبا لما أشغلك عن أمك وعن أبيك. صعد صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر فأمن على دعاء جبريل. أسألكم بالله، جبريل يدعو ومحمد بن عبد الله يؤمن، ضاع ولا ما ضاع اللي يدعون عليه ذولي؟ خاب، والله ما خاب، ضاع، خسر الدنيا والآخرة، ضاع مستقبله في الدنيا ويخشى أن يضيع في الآخرة. آمين آمين آمين. من يا رسول الله تؤمن على من؟ قال جبريل، قال لي وهو يصعد عتبات المنبر، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنف، أي دس أنفه في الرغام والصغار والهوان والذل. ولو حفظ القرآن ولو أخذ أعلى الشهادات، رغم أنفه. من؟ من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر. لاحظ، عند الكبر هم بحاجتك ويمكن ما يقولون لك شيء، رحون أبوك، رح لوظيفتك، رح لعيالك، انشغل بعمرك، ما قصرت، ومصدقين. وبعض الأبناء مصدق، اي والله أبوي سامح لي. يا عدو نفسك، والدك أرحم بك من نفسك، وأمك أرحم بك على نفسك، أنت المحتاج لبرهم، فاخفض جناح الذل وعد تحت أقدامهم. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ثم لم يدخل أهل الجنة. إذا انعكفنا تحت أقدام الزوجات والأبناء والوظائف، سلط الله علينا أرزاقنا وأبناءنا وزوجاتنا، وآخر محطة في حياتك يشيلونك في كمبل ولا بطانية، هالعيال اللي يشغلوك عن أبو أمك وبوك، إذا شغلوك عن حلوة اللبن وقرة العين أبوك، آخر عمرك يلي منشغل بهم ينشغلون عنك ويرمونك على بوابة دار للمسنين جزاء وفاقا. ومن انكسر وذل وخفض، خفض جناح الذل عند أبوين خاصة الكبيرين، فتح الله له الأبواب كلها، فتح لها أبواب الرزق، التوفيق. دعوة من أمك، دعوة من أبيك، رح الله يفتح لك باب الرزق، الله يستر عليك وأنا أمك، الله يعطيك حتى ترضى، الله يكفيك شر الليالي والأيام، الله يعطيك ويصب عليك الخير صبا. وين تلقى هالدعاء إلا من عجوز على سجادتها، وانت قاعد تحت رجليها تتمرغ في رياض الجنة. أقدام أمك، يا من بحث عن صحبة غيرها، أقدام أمك ثم الجنة بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كانت اليوم 24 ساعة، كم تقعد تحت قدم أمك وأبوك؟ كم ساعة؟ بعضنا في الأسبوع يجي الجمعة لا وهي اللي تطبخ الغداء، من زين الحظ ومن زين الطبايع، يعني ليته يجي يفتك، يجي بعياله ويقلبون البيت حرب داحس والغبراء، يخربون بيتها ويكسرون أثاثها ويكسرون فناجيلها وكيسانها، ويطلعوا عياله يقول زرناها، أنت يا حبيبي خربت عليها أنسها وخربت بيتها وأتعبتها في مطبخها. أنا أريد أن تذهب بطعامك وتأخذ بعض أبنائك وتعلمهم الأدب. أنت بين يدي أم وأب، رضا الله في رضاهم. الحسن البصري إذا نظر إلى أمه خنقته العبرة، لما يا إمام؟ قال ويحك، أنا بين يدي إنسان رضا الله ربط برضاه، أخشى أن تغضب فيغضب الله جل وعلا. ما أعظم النظر إلى وجه الأم، وما أعظم النظر إلى وجه الأب، بشرط أن تكون صحبتنا لهم بالمعروف. قال معروفة، معروفة وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي تذكر المعروف الأول، تذكر يوم اكتبول في لفائفهم
ولا يوم حطوك شيخ ولا دكتور ولا مهندس ولا معلم ولا شخصت بثياب وعقار وصار الناس ينظرون إليك نظر الإعزاز والإجلال، نسيت تراك طفل في تبول في حجر هذا وفي حجر تلك، هذا الثقب الذي في بطنك، بطنك في حفرة ما بعد ضاعت ولن تتغطى، الحفرة اللي في بطنك الحبل السري، هالحفرة ذي تذكرك أنك مربوط بميمتك، حلوة اللبن 9 أشهر ترضع دمها، دماؤك في عروقك دماؤها، مو بعيب تترجى منك الزيارة، تترجى منك العطية، كل ما فج الهوى الباب يقول شايب، يقول كل ما فج الهوى الباب قلت ذا المحبوب جاني، ما حول أحد، يقول ولا أحد، كل ما انفتح الباب قلت محمد جاء، إبراهيم جاء، صالح جاء، وأمسينا لا جاء محمد ولا صالح ولا إبراهيم، وكلهم مشغولين عن عيالهم، أنا من أبوه وهم هو بولدي، ما يرحم ضعفي، ما ينكسر بين يدي، كم واحد أشغلته الدنيا في الرحيل خلفها، الوعد قدام، أنا لا أتفائل عليك لكن الوعد قدام، مشغول بالمال يسلط المال عليك، بأبنائك يسلط الله أبنائك عليك، لا عذر للابن، لا عذر للابن إن أدرك أبويه كبيرين ليس عندهما من يحسن إليهما إلا هو، لا عذر له شرعا في ترك صحبتهم، لا عذر، أستقيل تستقيل، أتقاعد تتقاعد، أبيع البيت بعه ولا خله، ألو كاد رح لبوك أمك، واذهب إليهم ولا تأتي بهم إليك، لأن بعضهم يجيبهم من البلد من الهجرة، عندهم غنيمات وعندهم منايح وعندهم أرض منفجة، ويجي يصك عليهم في العريجة، الله يعظم أجرك، يصك عليهم في شقة يقول اقعدوا عندي، يا أخي أنت مرضتهم الله يرحم والديك، أنت اللي تروح لهم لهم، هم الذين تتبعهم أنت ولا يتبعونك، من الصحبة أن تتبع أنت والديك لا يتبعونك، البر الحقيقي في صحبة الأبوين أن تكون أنت معهما، إن رضوا أن يأتوا معك حبا وكرامة، إن لم يأتوا فلا تثقل عليهم، نعم أترك عملي وأترك وظيفة ب10,000 ريال في الرياض وأشتغل ب2,600 في ديرتي حتى أكون عند أبوي، إذا مات الأم والأب ما ينفعك الحسرات ولا الدموع على نصائب قبورهم، إذا ماتوا ابك ولا ما تبكي، لو أجريت مدامعك وادي حنيف هذا يسيل دموع ما ينفع، ماذا أستفيد من دمع على عتبات قبر ونصائب قبر، كانك صاد جبتهم حيين ابكهم حيين، واعتذر لهما من التقصير، واشكو أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، جعل الله من شكره شكرهما، ومن لم يشكر لوالديه ما شكر لله، ما شكر لله، ما شكر لله، ولذلك قال الحبيب هما أوسط أبواب الجنة، فاحفظ أو ضيع، وعندما يموت أحد الوالدين إنما ما مات جسد، ما مات بدن، اللي مات باب الجنة أغلق وكان لك مفتوحا، هل كنت قد فتحته ودخلت معه؟ إن كانك داخلا معه هنيئا لك، ولذلك أسعد الأبناء فوق الأرض هو اللي ودع أبوه وبيه على يديه، ولمه قاعد تحت رجليها، جلس 10 سنين 15 سنة يصحبهم في مرضهم حتى ودعهم، هذا أسعد إنسان، وأقولها للجميع ولنفسي أولا، أي واحد من إخوانك مرافق أبوك وأمك ومصاحبهم وساكن معهم هو أفضل منك، ولوك معك دكتوراه في الأخلاق، ولو معك دكتوراه في الفقه، ولو حفظت القرآن، أخوك اللي ظاهره التقصير ولا قرأ ولا كتب ولا عند الثقافة وضيفته صغيرة وانت رجال متميز ها وتقرأ وتكتب، اللي عند أبوك وأمك من إخوانك أطيب منك 1,000,000 مرة، لا تقول وذاك يقول ما قصر أخوي محمد، أخوك محمد أطيب منك وأطيب مني أنا، ليه؟ لأنه هو الذي صحب وأنت ما صحبت، أنت مشغول بالدنيا، أشتغل بالدراسة، وش هالدراسة؟ هذا جهل، إذا أشغلتك الدراسة بل لو أشغلك حفظ القرآن عن أمك وأبوك وصحبتهم وإدخال السرور إليهم كنت غير فقيه، الفقه أن ترتب الحقوق كما رتبها الله، واعبدوا الله
ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا. ترتيب ربي مو بترتيبي وترتيبك. لماذا لا تكون حذاء في أقدامهما؟ أبر الأبناء المصاحب والذي لبسه والديه حذاء في قدمه. لا تقول أنا مطوع، اسمح لي أجيبها من لا تقول إني مطوع ولا مستقيم. والله إذا ما صحبت والديك وأدخلت السرور إليهم أن الطوع مغرب وانت مشرك. وش الطوع هذا؟ طوعك في لحية كل ثوبك وأنت قاطع رحمك، ويا الله تجي أبوك وأمك في السنة أو سنتين وفي أسبوع مرة، وإذا ركضت الدنيا ركضت خلفها، ووالديك يتمنياني صحبتك والجلوس خاصة عند الكبر.